الستات دي غريبة قوي، بتروح تكلم جوزها في أوقات غريبة جدا، لا وعايزاه يبقى مركز معاها ويتفاعل ويرد كمان. بصي بقى، ابعدي عن الأوقات اللي بيكون فيها صاحي من النوم أو عايز ينام أو احتمال ينام، وبلاش وهو رايح الشغل أو في شغل أو راجع من الشغل أو باله مشغول بالشغل، وكمان بلاش وهو بيتغدى ولا وهو بيتعشى ولا وهو بياكل أي حاجة، وطبعا ما تكلمهوش لو بيتفرج على ماتش أو فيلم علشان بيبقى مركز واستحالة يسمعك، وتبقي عبيطة لو افتكرتي ودانه هتلقط ذبذبات صوتك وهو بيلعب بلاي ستيشن، وطبعا بلاش الوقت اللي بيكون فيه رايح القهوة أو هيلعب كورة مع أصحابه، وبعدي عنه لو حابب ما يتكلمش دلوقتي علشان ملوش مزاج يتكلم. غير كده تقدري تتكلمي معاه عادي جدا وهيسمعك بصدر رحب وكمان هيرد عليك. اختاروا انتوا الوقت الصح بس، كفاية ظلم للرجالة.